جديد النهارده عن الابراج، وده اخر فيديو ليه النهارده. انا النهارده قابلت بنوته لطيفه في فرح واخت صاحبتي، هي قريبه جوزها تقريبا، وهي برج الجوزاء. وقالت لي النهارده ان هي قالت لي ان انا بتابعك في القناه وبحبك جدا جدا، وهي ليها اخ توام اي ثينك. وقالت لي بليز عايزاك النهارده تعملي لي فيديو حلو جدا، تقولي لي فيه حاجه حلوه عن برج الجوزاء عشان تبعته لحد من صحابها اي ثينك او حاجه زي كده. فالنهارده قررت اتكلم عن ميزه بحبها جدا جدا في برج الجوزاء، واي ثينك كلنا بنحبها في برج الجوزاء، وهو ان حياتك مع اي حد برج الجوزاء في حياتك، سواء صديق قريب، زوج زوجة، خطيب خطيبة، ام اب، فيها حاجة مميزة جدا 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 بتميز بيها الجوزاء، وهو حياتك مش هيكون فيها ملل. مع الجوزاء لا للملل، اي حد جوزاء يكون في حياتك ليه ملل، حياتك كده فن ودرد ويعني بهجة وسرور وضحك وفرفشة. هو شخص بيحب الفرفشة، بيحب الحب، بيحب الضحك، بيحب الحياة البسيطة، شخص بسيط جدا. بيحبه كمان، لا بيحب الفرفشة. تلاقي تحس دايما في تغيير في الحياة، عمرك في حياتك ما هتزهق وانت قاعد او عايش او قريب من حد برج الجوزاء. نفسك زهقان اطلاقا وانت مع برج الجوزاء، لان هما الناس دي بتحب التغيير جدا يا جماعة، بيحبوا الانطلاق، بيحبوا ما عندهمش بلانس، يعني فجأة كده هتطلع في دماغهم حاجة هيقوموا يعملوها، مش هيفكروا، ما بيحبوش يفكروا أصلا. هم أذكياء جدا 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 فوق العادة، فوق الوصف، مستوى ذكائهم حاد جدا كمان. بس هم ما بيحبوش يشيلوا هم، ما بيحبوش يضايقوا نفسهم، ما بيحبوش يزعلوا نفسهم، ما بيحبوش يعني ينكدوا على نفسهم، هم بيكرهوا النكد. ودي ميزة فظيعة في برج الجوزاء. برج الجوزاء ما بيحبش ينكد على نفسه، ولا يحب ينكد على حد، ولا يحب يكبر المواضيع، ولا يقعد يحور، ولا يحب الحوارات، مع ان هو يعني ممكن يكون مش صريح قوي. بس الجوزاء بجد في ميزه بنت لذينه، ان هو بيتغير جدا، دمه بيجيب لك كده افيهات بنت لذينه، تحس ان انت قاعد كده مع الجوزاء مش هتبطل ضحك، هتلاقيك قاعد ها 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 بطريقه مش طبيعيه. فدي ميزه كلنا بنعشقها في برج الجوزاء وبنحبها جدا. موجوده برضو في برج القوس على فكره، وموجوده برضو في برج الدلو، يعني الثلاث ابراج دولت الابراج الهوائيه كلهم دمهم خفيف. موجوده كمان في دور برج الميزان، برضو دمه خفيف جدا، يعني على طول فرفشه، ضحك، هزار، نعنشه، عارفين اغنيه وفرفشه مش عارفه، ونعنشه نعنشه ولا وايه، نسيت اسمها الاغنيه بصراحه. فالجوزاء يعني بخت الحد اللي هيرتبط ببرج الجوزاء في موضوع الفرفشه، غير ان هو هيجننه، هيجنن وهيجننه معاه، صحيح ربنا يكون في عونه، ان هو هيحس ان هو اتجنن وفقد جزء من عقله، لان الجوزاء مجنون مجنون مجنون، ثلاثه مجنون مع بعض. يعني هذا لا يمنع، لا يفسد في الود القاضيه، هو دمه خفيف ولطيف ويجنن، بس هو مجنون. بس اتمنى ان انا اكون افدت البنت اللي قالت لي اعمل الفيديو ده، فيديو سريع قوي قوي قوي. لو انتوا جوزائيين قولوا لي، فعلا الناس كلها بتقول عليكم ان انتوا مش مملين، عمركم ما بتكونوا مملين، بتحبوا تهزروا وتضحكوا وتحبوش النكد ولا لا. ولو انتوا تعرفوا حد برج الجوزاء قولوا لي، فعلا بتحسوا الموضوع ده فيه ان انتوا على طول عمالين تضحكوا وتهزروا ويضحكوكوا جدا وتخليكوا هتموتوا من الضحك معاهم ولا لا. بشكركم، بحبكم جدا جدا، ثانك يو لكل الدعم بتاعكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه، وتعملوا فولو على انستجرام، وتعملوا فولو على الفيسبوك. وثانك يو ثانك يو ثانك يو كل الكلام الحلو بقوله لكم يا جوزائيين، بحبكم جدا جدا، وعندي صحاب كتير قوي قوي منكم، وزمايل كتير جدا معاكم في الشغل. ثانك يو، اشوفكم في فيديو تاني. يا لا حياه مع الملل مع برج الجوزاء. باي باي.